السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عملت سيلكت على أي عنصر ودوست رايت كليك وقلت له هايد، هيخفي لي العنصر دوت. طيب إزاي أظهره؟ حاجة من الاتنين، يا إما أروح لبان سيليكشن تري وأعلم عليه وأشيل علامة هايد ديت فيبدأ يظهر معايا، يا إما أخفيهم تاني أدوس هنا وأقول له هايد، يا إما أجي هنا في الفيزيبيليتي وأقول له هاي ان هايد اول. ان هايد اول يعني اظهر لي كل العناصر، سواء اللي انا عامل سيلكت عليها او مش عامل عليها سيلكت، كل العناصر المخفيه اظهرها لي، فتبدا تظهر معايا بالشكل ده.